بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. النهاردة هناخد مع بعض المديول الرابع من سلسلة الفيديوهات التعليمية اللي بيقدمها لكم موقع عرب هاردوير دوت نت للتحضير لشهادة نتورك بلس من شركة كومتيا. النهاردة هناخد التي سي بي اي بي يوتيليتيز او اوامر التي سي بي اي بي. الحقيقة احنا هناخد بعض اهم هذه الأوامر. هبدأ معاكم بأمر يمكن لذيذ شوية، هو ARP minus A. هروح على الرن واكتب cmd واقول له اوكي. لو تفتكروا بروتوكول الارب كان بيعمل حاجة كويسة جدا، ان هو بيبني تيبل عندك بنسميه الارب كاش، بيبقى فيه اي اي بي انت اتعاملت معاه او محتاج ان انت تتعامل معاه، وبيبدأ يحط الماك ادرس بتاع كارتة النتورك اللي بتسجل عليها الاي بي دوت. لو حبينا نشوف الارب كاش هنقول له ارب سبيس ماينس اي، هلاحظ هنا ان هو مديني اي بي اللي هو 192.168.0.1 ومديني الماك ادرس بتاعه. الحقيقه هو ده اي بي او الديفولت جيت واي بتاعي، اي بي المودم او اي بي الجهاز اللي بيمثل المودم عندي او الجيت واي بتاعي، او ممكن يبقى اي بي الانترفيس بتاع الراوتر، وات ايفر. شوف انت الجيت واي بتاعتك ايه، لكن ده مش معناه ان مش بس ان بس الجيت واي اللي هيظهر عندي هنا، لان ده لو انا دلوقتي في الشبكه ورحت اكلم جهاز اخر بعت له حاجه عملت بينج عليه، كنت هلاقي الاي بي بتاعه والباك ادرس بتاعه هنا. وطبعا البيانات دي كل فتره كل دقيقتين بتتغير او بيحصل لها ريفرش. طب لو عايز اعرف الاي بي بتاعي، مش البابليك اي بي، برايفت اي بي. بابليك اي بي ممكن تخش على whatismyipaddress.com هتشوف الاي بي بتاعك البابليك الحقيقي اللي هو مش بتاعك انت بس لوحدك، ده بتاع دي اس ال مودم واي جهاز في الشبكه هيمثل بهذا البابليك اي بي. انا دلوقتي عايز اشوف البرايفت اي بي بتاعي، فهقول له اي بي كونفيج. سلاش اول. هلاقي مجموعة من المعلومات اللذيذة. اهم هذه المعلومات ان طبعا هيدي معلومات عن كل كروت النتورك اللي عندي. فانا لو عندي كارتتين نتورك كانوا هيظهروا عندي هنا. عندي نلاحظ ان انا شغال الدي اتش سي بي بتاعي انيبلد، يعني معناها انا عامل الاختيار بتاعي اوبتين. للناس اللي شافوا الفيديو اللي فات هيقدروا يفهموا اللي انا بقوله. فيزيكال ادرس، ده الماك ادرس بتاع البي سي اللي انا شغال عليه دلوقتي. الاي بي ادرس ده بتاعي 192.168.0.123. السبنت ماسك بتاعته كذا، الديفولت جيت واي بتاعتي كذا، دي ان اس سيرفر بتاعي كذا، دي اتش سي بي سيرفر بتاعي هو واضح ان هو نفسه الديفولت جيت واي. فتره ايجار الاي بي بتاعي او الليست تايم بتاعي بتاع ايجار الاي بي اللي هو مديهولي دي اتش سي بي هشوفه هنا. مانداي 22 سبتمبر 2008 الساعه 11:06 اي ام، هنا هو كاتبها. وطبعا ينتهي في مندي بعديها باسبوع 29 سبتمبر الليز اكسباير بتاعي. انا ممكن اقول له هنا اي بي كونفيج سلاش
سلاش لا مش ريزن، عايزين ري ريليس اي بي كونفيج سلاش ريليس. ده هيؤدي ان انا بقول له سيب الاي بي ادرس بتاعي ده، الغي الغي انا مش عايزه. طيب لو جيت دلوقتي قلت له رينيو يبقى انا بقول له اديني اي بي جديد، او اطلب من الدي اتش بي سيرفر اي بي جديد، هلاقي اداني اي بي جديد دلوقتي، اداني الاي بي 192.168.0 هو مصر ان هو يديني نفس الاي بي، ولكن دي عمليه اطلاق سراح الاي بي اللي انت اللي انت ماجره من الدي اتش بي ثم عوده. طبعا انت ماجره والدي اتش بي انت مش هتدفع فلوس، هو احنا بنسميها كده بس بنسميها ليز يعني. بعد كده في عندنا امر اخر هام، يمكن سلاش اول وسلاش رينيو ريليس خلاص اخدناهم. في البنج بقى، البنج هو امر معتمد اساسا على بروتوكول الاي سي ام بي، بيبعت اربعه باكت في الطبيعي، الاربعه باكت دول كل باكت 32 بايت الحجم بتاعها، هيستخدم بروتوكول الاي سي ام بي في ارسالها واستقبالها مره اخرى، هيرسلها الاي سي ام بي من خلال مسج او من خلال طلب بنسميه الايكو ريكويست، ثم ترد بترد من ردها بايكو ريبلاي. البنج بيعمل ايه؟ البنج بيبعت اربع باكت للبي سي ويستلمهم منه تاني، فلو ده حصل يبقى انت الكونكتيفيتي عندك سليمه، يبقى انت قادر تعمل كونكشن مع البي سي الاخر دوت. هي دي الفكره بكل بساطه. ولكن لما بنيجي نعمل البنج عشان نحل مشاكلنا احنا بنستخدم البنج على اربع مراحل. اول حاجه بعمل بنج ال 127.0.0.1، فاكرينه 127.0.0.1 او اللوكال هوست بتاعي. انا كان ممكن استبدل كلمه اي بي 127.0.0.1 ب كلمة local host مع عدم ترك مسافة. وطبعا هو في الحالة دي هيروح يعمل ايه؟ اكيد انتوا شفتوا الفيديو اللي فات، هيروح يسأل الهوستس ويقول له لو سمحت ال 127.0.0 ده مين؟ هيقول له والله ال 127.0.0 واحد ده اللوكال هوست، ده اسمه لوكال هوست. يعني هو هيروح يقول له اللوكال هوست ده مين؟ هيقول له 127.0.0.1. طب ايه فايده ان انا اعمل بينج على على اللوكال هوست؟ او هو الحقيقه انت الاربعه باكت في الحاله دي مش هيطلعوا من كارتة النتورك، ده كارتة النتورك هتسيموليت الموضوع دوت وتشوف هل هي قادره على ارسال اربعه باكت واستلام اربعه باكت. طب لو هي قادره على ده يبقى ايه النتيجه بتاعت اول بينج؟ طبعا هتقول لي النتيجه ان ما فيش لوز، يعني ما فيش لوز في الاربعه باكت راحوا وجم، ما فيش لوز 0% لوز. هقول لك لا، هو مش بس كده، ده معناه ان التي سي بي اي بي انستول كوركتلي وان الكونكتيفيتي عندك تمام. يبقى هي دي ميزه اول بينج، ان انا مستفيد ان التي سي بي اي بي اقدر اتاكد هل هو نازل صح عندي على البي سي والكونكتيفيتي شكلها ايه. نيجي بعد كده هعمل بينج على الاي بي بتاعي اللي هو طبعا في المثال في الحقيقي عندي هنا هيبقى، خليني نجرب الاول البنج بتاعت 127.0.0.127.0.0.1. هلاحظ هنا بيبعت الاربعه باكت بيحصل لهم ريبلاي، وفي الحاله ديت عندي 0% لوز، يبقى انا تمام كده كل حاجه تمام عندي سليمه. طيب اعمل بينج على مين بقى دلوقتي؟ تعمل بينج على الاي بي بتاعك. انا هنا في المثال يمكن مديه 10.0.0.1 تحت بند ان البي سي بتاعي الاي بي بتاعه 10.0.0.1. طب ايه فايده ان انا اعمل بينج على الاي بي بتاعي ده؟ هو في المثال بتاعنا ده 192.168.0.113. ايه فايدة ان انا اعمل بنج على نفسي؟ لا، هو انت هنا في فايدة مهمة قوي، ان الاربعة باكت دول طلعوا راحوا للسويتش او للهب او whatever الديفايس اللي في الميدل ايه، راح والباك الاربعة باكت دول
السويتش هيروح يشوف يا ترى في جهاز الاي بي بتاع 192.168.0.23، لا ما فيش. طب هروح رد دوك هنا في الحاله دي معناها ايه؟ معناها ان انت استفدت انك انت تتاكد ان ما فيش دوبليكيت اي بي، ما فيش بي سي اخر واخد نفس الاي بي بتاعي دوت. ولو كان موجود كان هيرد عليا، ومجرد ما هيرد عليا هتصل لي رساله خطا بتقول لي في السيستم نفسه بقى، بتقول لي ايه؟ ان في دوبليكيت اي بي. مش شرط انك انت الدوبليكيت اي بي لازم يحصل او لازم ان احنا نحس بيه كبي سي. انت بتعود دايما لما يبقى في عندك جهازين واخدين نفس الاي بي بتطلع لك علامه صفراء تحت وخلاص، بس مش دايما بتحصل الحكايه دي. فعشان اضمنها وابقى متاكد 100% انفذ الامر ده. بعد كده اعمل بينج على اي بي سي اخر ممكن يبقى موجود عندي في الشبكه سي 124. طب هتقول لي ايه فايده ان انا اعمل بينج على بي سي معين في الشبكه عندي؟ والله لو انت قادر على ان انت تعمل معاه كونكشن ثم جالك واحد اخر بيقول لك انا مش قادر اتصل بيه، هتقول له المشكله عندك انت مش عندي انا. انا قادر ان انا اكلم فلان، قادر ان انا اكلم البي سي اخر. قول ان انا قادر اكلمه، ده معناه ان الكابل النتورك من الجهاز عندي لغايه السويتش تمام، ما فيهوش اي مشاكل. المشكله عندك انت، شوف كابلك، شوف البي سي بتاعك. انا مش قادر اكلمك بس انا قادر اكلم الاخرين. بعد كده مش قادر اخش على النت، النت مش راضي يحمل، في مشكله. طيب وطبعا اهم حاجه ما بيبقاش حاصل، ار بويزنينج، ار كاش بويزنينج. يعني احنا بنتكلم على حاله سليمه كلير هيلثي من نظيفه ما فيهاش اي مشاكل. يبقى في الحاله دي لو انا هعمل بينج الرابعه هتبقى على مين؟ بينج على الجيت واي. يعني اروح اعمل بينج على الجيت واي بتاعي 192.168.0.1. لو رد عليا الجيت واي صح وبعد كده مفيش نت، يبقى المشكله في الدي اس ال مودم او في الجيت واي نفسه، او مثلا مش قادر اخاطب جهاز بره الشبكه بتاعتي في شبكه اخرى والجيت واي ده هو السكه بتاعتي او الطريق بتاعي، يبقى مشكله فيه هو مش قادر يوصلني، انما انا برضو كله تمام عندي. دي فكره البنج والاربعه بتوعها. لاحظوا حاجه مهمه جدا، هتلاحظوا الرقم هنا مكتوب تي تي ال 128. تي تي ال 128 ايه المقصود بالتي تي ال 128؟ فاكرين لما كنا بنتكلم على الاي بي هيدر قلنا في عمر للباكت، العمر ده بيقاس بعدد الهوبس اللي بتعدي عليها وعدد الراوترات. لو انا داخل لان التايم تو ليف بتاعتي بتبقى 128 هوب. طبعا انا هنا ما عنديش راوترات في السكه، فبالتالي ال 128 زي ما هم ما اتغيروش. طيب لو انا خارج اللان، يعني لو انا بعمل بينج مثلا على www.yahoo.com، خلينا ليها وفتحها بلاش نجرب على حد تاني. لاحظوا انا عملت بينج على موقع دلوقتي واستخدمت اسم الموقع، والبي سي هيعمل حاجه مهمه جدا، هيروح يسال الدي ان اس بتاع الانترنت سيرفيس بروفايدر، يقول له لو سمحت الياهو دوت كوم الاي بي بتاعه كام؟ هيقول له اتفضل، هيقول له طب ماشي عشان عايزه بس اروح ابعت له اربعه باكت وارجعهم تاني. الاي بي بتاع الياهو دوت كوم ظهر عندي، لاحظ السطر ده زينا ظهر عندي الاي بي بتاع الياهو، ولكن لاحظ التايم تو ليف 55. التايم تو ليف 55 هل ده معناه ان احنا عدينا على فوق ال 70 هوب؟ هقول لك لا. المقياس بالنسبه لاي حد بره الشبكه بتاعتي يبقى 64 مش 128. يعني انا لو عملت بينج على الريل، يعني عملت بينج على موقع معين او اي حد بره الشبكه بتاعتي بره الديفولت جيت واي بتاعي، يبقى انا كده الحسبه بتبقى عندي ب 64 او التايم تو ليف بيبقى رقم 64 وليس 128. يعني ممكن يبقى في 64 راوتر ما بيني وما بين ياهو. الراوتر وصلت الراوتر 65 وما وصلتش لياهو، الراوتر قبل ما اوصل الراوتر 65 الراوتر اللي قبليه هيقول له لا سوري خلاص دروب بقى للباكت دي، الباكت دي تموت خلاص. طبعا الارقام اللي انا بقولها 128 داخل اللان، 64 بره اللان، دي معتمد على مين؟ معتمد على الويندوز نوعيه. فعلا نوع الويندوز، ويندوز اكس بي الداخل اللي انا عنده كل ويندوز بيبقى له متظبط على تايم تو ليف ديفولت
نمبر خاص بيه. بالنسبه لنا هنا في الاكس بي هي 128 داخل اللان، ممكن يبقى فيه هوب 128 هوب متاحه خارج اللان، ممكن يبقى او خارج الشبكه بتاعتي يعني عن طريق بقى الديفولت جيت واي بيبقى 64. نعيدها تانية بتاعت الياهو كده عشان في واحده حصل لها ريكوست تايم اوت، في باكت كده ايه ما وصلتش يعني. طيب هنلاحظ هنا 55. طب لو انا عايز اشوف الاي بيهات الراوترات يعني ب 55 من 64 يعملوا كام؟ يعملوا 9، يعني معناها في 9 راوترات اساسيه ما بيني وما بين الياهو دوت كوم. طب لو انا عايز اشوفهم هقول لك والله ممكن تكتب امر ريسيرت، بعد كده نكتب له www.yahoo.com هنلاقي الجهاز بتاعي. لاحظوا هنا الجيت واي بتاعتي الاساسيه اسمها اوبو ام اس هوم دوت نت، الاي بي بتاعها كذا، طلعت راحت ل لينك دوت نت، ده الراوتر الثاني، ثم بعد كده او الهوب الثانيه، بعد كده بدات تنتقل لمجموعه من الهوبس لغايه ما هتوصل للياهو. وصلت للياهو في ادي، وصلت لراوتر في الياهو ثم راوتر اخر، ثم طبعا لغايه دلوقتي احنا معديين بالظبط 9 راوترز او 9 هوب، ادي رقم 10 تريس كومبليت، في عندي 10 هوب. الحقيقه هنا هيصادفك سؤال مهم جدا، ده كل واحد من دول ده هوب، وكل واحد من دول الباكت كانت بتعدي عليه التايم تو ليف بتاعها عماله تنقص واحده، ال 64 بقت 63 بقت 62 بقت 61 وهكذا لغايه ما وصلنا ل 55 كانت طالعه في البنج اللي فوق. هنا هتصادفك حاجه مهمه جدا، وانا برضه عايز انبهك برضه علشان انت ايه ما تبقاش مشتت لو كنت قوي الملاحظه. طبعا انت هنا هتقول لي انا طلع لي 10، ولكن انت فوق بتقول لي 55، 55 من 64 تعمل 9، انما هنا عامله 10، يعني انت هنا هنا الهوب زادت واحده. هقول لك شوف في مشكله لازم تبقى انت عارفها. اولا هو ما حسبش، ما بيحسبش الديفولت جيت واي بتاعتي كان في ال 55، دي اول واحده. تاني حاجه هو العدد ده ممكن يزيد في بعض الاحيان، لان المسار اللي انا المسار اللي انا خدته علشان ابعت الاربعه باكت في البنج مش لازم يبقى نفس المسار اللي هيعدي على مثلا مجموعه راوترات لغايه ما اوصل لياهو لما جيت طبقت التريس سيرت. لا طبعا مسارات مختلفه. انت الفايل الواحد اللي انت بتعمله ده بتعمله مثلا مش هقول لك فايل، الهوم بيج اللي انت بتفتحها في الانترنت اكسبلورر بتاعتك، انت فتحت الياهو دوت كوم، انت في بيانات جات لك، في باكتس جات لك، طبعا الباكتس دي في النهايه الاجمالي بتاعها 100 باكت ولا 120 باكت دول هيكونوا لك في النهايه صفحه الهوم بيج اللي طالعه لك. ال 100 باكت دول فيهم 10 باكت جولي عن طريق المسار ده، و20 باكت جات لي عن طريق المسار ده، يعني مش كلهم هيجوا لك برضه، مش يعني الصفحه الواحده مش هتجي من نفس من مسار واحد، لا دي هتعدي على طبعا. هنا بقى الفكره، طب ليه ما بتعديش على اكتر من مسار؟ احنا كده بنتكلم كلام كبير، هقول لك والله لا دي بقى راجعه لخاصيه موجوده في الراوترات اللي في السكه، ان هي بتختار افضل مسار. وطبعا كده دخلنا بقى في شغل ايه؟ شغل الراوتنج بروتوكولز، شغل سيسكو والكلام ده. وطبعا ده شغل مش بتاعنا دلوقتي، انت هو بتاعك بعد كده، وانت عشان كده بتاخد النتورك بلس، انت بتاسس نفسك كويس علشان تقدر تروح تقول لي يلا بينا عايز ادرس ام سي اس اي، عايز ادرس نتورك بلس، عايز سوري عايز ادرس سي سي ان اي او اي سيرتيفيكيشن ثانيه في مجال النتوركينج. اخيرا في امر لذيذ قوي انا بحبه الحقيقه، الان اسلوك اب، الان اسلوك اب. تخيل ان انا عملت دلوقتي بينج على ياهو، وبالمناسبه يعني في ملاحظه بس صغيره، انت لما بتيجي تعمل بينج على الياهو، لما بتعمل بينج كنت على البي سي على اي بي سي كنت بكتب الاي بي بتاعه، انا كان ممكن اكتب اسم الجهاز وهو اوريدي هيترجم اسم الجهاز او عارف ان اسم الجهاز ده بيساوي كذا.
لو مش عارف هيروح يسأل السويتش والسويتش هيجيب له النتيجه. ال ان اس لوك اب هنا سي ان انا هقول له ان اس لوك اب دبليو دبليو سي ان ان دوت كوم مثلا، ولنفترض ان السي ان ان دوت كوم قافل البنج، يعني لما اجي اعمل بنج على السي ان ان دوت كوم هو مش هيستجيب للايكو ريكوست ديت ومش هيديني ايكو ريبلاي ومش هيشغل الاي سي ام بي خالص. طبعا هو الحقيقه انت لو عامل عن لو عندك فاير وول او جدار ناري اللي هو جهاز بنحطه او سوفت وير بنحطه وات ايفر، هو ممكن يبقى هاردوير سوفت وير او سوفت وير بس هيقدر يحمي لي الشبكه بتاعتي، فلو ممكن بحطه مانع ان اي بيانات من النوع دوت تعدي على السيرفر تروح للسيرفر مثلا بتاع السي ان ان ويرد على بينج. انا في الحاله دي هقول مش مشكله، انا هروح اطبق الامر ده، انا اسلك اب دبليو سي ان ان دوت كوم. ايه اللي هيحصل؟ جهازي هيروح يسال ريكويست تايم اوت كده، الجهاز المفروض هيروح يسال الدي ان اس سيرفرز او النيم سيرفرز بتاعت مين؟ بتاعت الانترنت سيرفيس بروفايدر بتاعي. يعني انا لما اجي اطبق الامر، لاحظ انا هنا طبقته تاني لقيته بيقول لي ايه؟ بيقول لي والله انا هنا عملت ايه بقى؟ لان اسلوك اب دبليو دبليو سي ان ان دوت كوم راح انا كده رحت سالت الدي ان اس سيرفر، فاكرين دي ان اس سيرفر بتاع الفيديو اللي فات؟ رحت سالت مين؟ رحت سالت الانترنت سيرفيس بروفايدر دي ان اس سيرفر او النيم سيرفرز بتاعتي، واللي هي هنا اسمها الحقيقه مش واضح لان انا مستخدم يعني مستخدم شيرنج للمودم، فيعني هنا كان المفروض يظهر كان قدامك لو انت عندك دي اس ال مودم متصل بالسويتش بسويتش على طول او ببي سي على طول كنت هتقدر تشوف القصه دي، بس القصه عندي مختلفه شويه. ولكن بص لاحظ اداني مجموعه من الاي بيهات اللي بتمثل السي ان ان دوت كوم، يعني ممكن الموقع يبقى فيه اكتر من اي بي. خلينا نروح ل مثلا تريننج هاوسز دوت نت مثلا، هيروح يسال هيقول لي والله تريننج هاوسز دوت نت هي الاي بي بتاعها. تمام؟ ان اس لوك اب اذا مشكلة، يعني لو انت قافل اي حاجة انا هقدر برضه اعرف اي ويب سايت اقدر اعرف الاي بي بتاعه من الامر الجميل. اخيرا ويندوز اكس بي موفر لك هيلبن سبورت سنتر. الهيلبن سبورت اخد امبريشن وحش من ايام ال 95 98 ان هو ملوش لازمة، ولكن الهيلبن سبورت الناس اللي بتوع مايكروسوفت عارفين قيمته جدا اكيد. لاحظ انا لما دخلت على الهيلبن سبورت بجيبه عادي من اول بروجرامز او من الستارت، هلاقي في يوز تولز تو فيو يور كمبيوتر. هنا هتلاقي كنز لا يفنى، هتلاقي يعني معلومات جميله جدا. اقفله ده عشان ما يزعلش، او خليه اجرب لكم حاجه كده. لاحظ هنا في عندك كوماند لاين ريفرنس اي تو زد، هختاره لاحظ مجموعه من الاوامر عندي، ادي الارب، ادي تعالوا نروح كده نشوف البنج، اروح فوق كده على الحروف اختار حرف البي، بعد ما اختار حرف البي طبعا الاوامر دي مش كلها اوامر تي سي بي اي بي، في اوامر خاصه بالسيستم بتاع الويندوز يعني. بينج عشان تفتكروا كل دي الاوامر بقى واحنا خدنا عمرين ولا بينج. لاحظوا هنا مثلا انا لو عملت بينج وحطيت قبليه باراميترز ماينس تي يبقى انا كده بقول البينج ده ما يخلصش. يعني ايه ما يخلصش؟ يعني انت كنت بتبعت 4 باكت، لا دلوقتي بتبعت باكتس الى ما لا نهايه انليمتد. طبعا كان زمان بنستخدمه في حاجه اسمها بينج اوف ديث، مجموعه من الناس يعملوا البينج ماينس تي عشان يوقعوا سيرفر معين والكلام ده، شغل هاكينج طبعا وشغل سكيورتي. لسه هنتطرق شويه للسكيورتي اكيد في النتورك بلس. في
لو كتبت له بينج سبيس ماينس ان وبعد كده حطيت له يعني بدل كلمه كاونت دي حطيت له حطيت له مثلا ايه 5، يبقى في الحاله دي انا هبعت 5 باكت مش 4 باكت. تمام، يبقى انا ممكن اتحكم في عدد الباكتس المبعوثه. ماينس ماينس ال تمام، وبعد كده مثلا 64، يبقى انت كده حضرتك الباكت هتبقى مش 32 بايت، هتبقى 64 بايت، مع العلم ان الماكسيموم سايز عندك هنا 65527 بايت، حجم كبير جدا طبعا يهلكك ويهلك الجهاز اللي انت بتخاطره. مجموعه من البارامترز جميله، ثم امثله على التطبيق شيء جميل جدا. نرجع بزرار باك، مهم جدا ان انتوا تتعاملوا مع هذه الاوامر. خليني اوريكم التريسيرت مثلا، هنلاقي التريسيرت هنا اهو، طبعا برضو التريسيرت هتلاقي له مجموعة من الباراميترز الخاصة بيه اللي ممكن تدينا نتائج افضل من اللي هو كمان انتهى. بكده اكون خلصت معاكم المديول دوت، مديول بسيط جدا، ما اعتقدش في حاجة تانية اكتر من كده. لاحظوا انا كان ممكن اوريكم ممكن اوريكم لو قلت له بينج لوكال هوست، خدوا بالكم هو عرف على طول ان لوكال هوست يعني انت قصدك 127.0.0.1. خدتوا بالكم لما قلت لكم انت ممكن تقول له بينج لوكال هوست او ممكن تقول له بينج 127.0.0.1؟ ليه قدر يعرف الكلام ده؟ لو تفتكروا من الفيديو اللي فات، هو هيقدر يعرف الكلام ده بسبب، يعني نروح لك ماي كمبيوتر، وان كنت شايف الجهاز بدأ يبقى، نروح كده الماي كمبيوتر، نروح للسي، نروح ل ويندوز مش نازل هنا، نازل في دي، نازل هنا فعلا، غريب اللابتوب ده. طيب نخش في الويندوز، طبعا نقول له شو ذا كونتنت اوف ذيس فولدر، هنروح على سيستم 32. والكلام اللي انا بعمله ده فيه فايده للناس اللي شافت الفيديو اللي فات بتاع دي الناس. نقول له برضو شو كونتنت اوف ذيس فولدر، هنلاقي فيه درايفرز، هنلاقي فيه اي تي سي، هنلاقي مجموعه من الملفات مهمه جدا جدا جدا. اول واحد فيهم هوستس اهو، اللي كان بيستخدمه الدي ان اس، اللي كان بيستخدمه الجهاز الاول قبل ما يروح يسال الدي ان اس، بيروح يشوف يا ترى الاسم اللي انت عايزه ده الاي بي بتاعه موجود عنده ولا لا. طبعا في الطبيعه هو ما بيلاقيش حاجه الحقيقه، هو بيلاقي حاجه واحده هنشوفها دلوقتي، هو بيلاقي اوكي، هو هيلاقي ايه؟ هيلاقي بص يا سيدي، هيلاقي 127.0.0.1 بتساوي لوكال هوست، وعشان كده لما قلت له بينج لوكال هوست فاهم، راح بص هنا الاول. طبعا انت هنا ممكن بقى يعني ادوس انتر واكتب له هنا الاي بي مثلا بتاع ياهو اللي انا لقيته، ثم بعد كده اكتب له www.com. بس هي المشكله حاجه، مشكله ان يعني المواقع بتغير الايبيهات بتاعتها كل فتره، في بعض المواقع بتغير ايبيهاتها ديلي،
موقع زي CNN.com شفته ان هو يعني متوفر على اكتر من اي بي، وممكن لما اروح اخاطب المرة دي اروح اكلمه باي بي مختلف وهكذا. فالقصة قصة ان انا احجم الناس واحطهم على مواقع معينة بس، انا ممكن اعملها واحطها هنا، بس لما هروح في الدي ان اس في البريفيرد والالترانيت دي ان اس، في الحالة دي هروح رايح حاطط 10 3 اصفار، يعني بمعنى اخر مفيش دي ان اس، روح خاطب الهوستس على طول. ولكن هي مش فعالة الحقيقة الطريقة دي، جربتها بنفسي، لكن هي فعالة مع بعض المواقع، ولكن بعض المواقع وخصوصا الدايناميك بتبقى مشكلة. يعني يمكن قلت في ملفات جميلة هنا، فبالمرة ممكن نلقي عليها نظرة، وهي ذات علاقة باللي اتاخد في الـ4 مديول اللي فاتوا. هنلاحظ فوق الفايل اللي اسمه بروتوكول بقى ده هنا. فاكرين لما كنا بنتكلم على الاي بي هيدر وقلنا كل لو انا مستخدم تي سي بي هيبقى في رقم، لو انا مستخدم الاي سي بي، يعني لاحظوا هنا اتفقنا التي سي بي بياخد رقم 6 واليو دي بي بياخد رقم 17، وبيتكتبوا جوه في الاي بي هيدر عشان انا عارف الباكت دي ايه بروتوكول النقل المستخدم معاها. الارقام موجوده عندك هنا اهي بشكل جميل جدا، والكمبيوتر هيلجأ لها اثناء ما هو بيكريت الباكت. مش عارف كل مرة بفتح ليه، كانت مرة واحدة بس ماشي. اقول له اوكي. هنا بقى يبقى احنا كده شفنا الهوستس وشفنا البروتوكول. شوف بقى الفولدر اللي اسمه سيرفيسز ده يا ترى فيه ايه. ده بقى اللي فيه البورتات، لاحظ كده البورتات، وكل بورت يعني لاحظ كده معايا بورت واحد. فاكرين الاف تي بي كان بيشتغل بورت 21 اهو، بيستخدم انهي بروتوكول في النقل؟ التي سي بي. الاتش تي تي بي اهو الاتش تي تي بي ياخد، بيشتغل على بروتوكول كام؟ 80. بيشتغل على بورت كام؟ 80. بروتوكول النقل اللي بيستخدمه مين؟ تي سي بي، وهكذا. ما فيش حاجة طبعا. كل هنا عندك قائمة جميلة جدا، الويل نون بورتس كلها موجودة عندي هنا وبشكل جميل جدا. يعني بكده نبقى احنا خلصنا الجزئية الخاصة بالـ CIB Utilities، ما فيهاش أي حاجة زي ما قلت لكم، بس يا ريت البارامترز اللي هي بتضاف مع الامر، يعني زي ما شفنا كده زي عرب كده معاه بارامتر اهو ماينس ايه قدامنا، اتفقنا في البنج في ماينس تي في ماينس ال في ماينس ان وات ايفر. الحاجات دي يا ريت من خلال الهيلبان سبورت تلقوا لي عليها نظره في ويندوز مايكروسوفت، مظبطانا في الموضوع دوت تمام، مش محتاج حتى تجيب كتاب او الكلام ده عشان ما تتشتتش بالنسبه للجزئيه ديت، ما افضلش يعني. فيما بعد ان شاء الله بعد كده اشوفكم ان شاء الله مع المديول الخامس بعد العيد باذن الله. اتمنى لكم عيد سعيد ان شاء الله وعيد فطر سعيد، واشوفكم ان شاء الله مع المديول الخامس من النتورك بلس، سلسله عرب هاردوير دوت نت اللي بتوفرها لكم مجانا لتنميه مجتمعاتنا العربيه ان شاء الله.